قبل بداية المقطع اعلان الموقع ميسي. الموقع مختص في بيع الاغراض ومنتجات داخل الالعاب والالوان داخل كود، سواء كان كود 16 او كود 17. الشيء اللي خليني اثق في الموقع اللي هو التقييمات اللي طالع قدامكم. مشاهدة ممتعة. طبعا يا شباب السيرفرات العربية فيها باكتلوس الارض وقت تصوير ذا المقطع. حولت اكزت لاك شباب، حولت خلاص. بالسعد منوب ايش يسوي طيب يا اخي؟ اليوم هذا اللي انا فيه اللي عايشه الان صارت لي مصايب الدنيا، واتوقع بحكيها في مقطع لان هذا يوم تاريخي في الفشل. تشيل دود، ها تشيل. ده واتس رونج. حيلة الضعيف. واه والله شفت شيء بعيد ينور، سنايبر. ايش يسوي هذا الزر؟ ليفينج. ما كنت ادري ان الزر يطلعني شباب، بس هذا اللي اقصد ده لما اقول لك لعبه الاجانب زفت. متعودين الساحه هذا اللي فوق كم يطلع منها؟ 9. كيف تقول 9؟ هاك جديد طلعه، 9 في الجيم كلهم فوق سنايبرات. ما فكنت شباب. يمين وتش مينز من هنا واحد فليك خفافي، وسمعت واحد يمين. يلا شباب. وات والله لاق كثير. وراي ام سبينجل ليري. انا يوتيوبر ما اكذب، مرات اكذب، الحمد لله نادر ما اكذب، يعني ممكن بس كذبت 7000 مره ولا شيء قليل، يعني 7000. تنطلق الجياد. ياي بيكل ستوري. واحد الثاني وينه الثاني؟ يبوش منين بيش؟ لا اخلي يا عيال، والله مشكله سكه ما استقهر. من وين جاء؟ من العنبر، والله بياكلي من العنبر. ضبطت السلك ان شاء الله. يا الله في قطعه اسمها بنجي، ما ادري بنجي شيء زي كذا، بتوقع بنجي، يقول لك تمسك سلك الماوس يصير ما تحس بهذا الشيء. والله يا عيال ما ادري، تعبني سلك الماوس اقسم بالله. مشكله انه له وزنيه معينه، اذا ما جت والله ما اعرف العب. واحد الثاني وين الثاني؟ يذبح الثاني، الطريق للاول راح مشاله كره الاحلام. الله احلام العصر شو ابلع. كاتم بالثيرمايت، ختمها بالسعد. واحد فجأة هنا. شباب انا كنت مسبق لما قلت احلام العصر. ابدعت. موتي يا كلبة موتي. ايزي برا. يلا جيم زياد عشان لا تقول ابو السعد حرمنا من شيء. كيف بس طالع في الكاميرا تنتظر اني اقول شيء؟ خلاص يا مونياتي يا ولد قاعد اغني بعد في الفيديو، يرحم امك حط لايك. وش في يوتيوبر يلعب كود ويغني ولابس ثوب وعنده نظاره ودب؟ عارف اللي ما هي ولا ميزه، وقلت كل شيء فيني فاهم. سبابن اسقري يا عيال، ما بحلو ضدنا يصيحون يعني. والذهل انا واحد بس. وات تكتيك مورينيو بارك ذا باس، وما جاء من اللعب في كره القدم وكان يلعب كود. صدقني ما انت مصدقني، ما لومك. واحد الثاني وين الثاني؟ يبحث عن الثاني. والله تحسب يا احمد. احمد حجازي انقرله معنا، هذا ما بزومبي، والله ما بزومبي حكت 7. ابو سعد تكتيك برق بس برضه. مهمة صعبة. لا يرد ما بزومبي يرد. راوند كمل. بسم بالله الاجانب مره يا اخي، الله يلعن الكلب ضربه. ايوه وحش. شفت صوت القمطه؟ طيب الكلب ضربه والله قامت شباب. نايس راوند ليديز اند جنتلمن، نايس راوند. لا الاجانب ما عمري دخلت مع اجنبي قال لي هلا والله. لا شعلومه يا ناس ليه يلعبون شتجن يا ناس. هلو اذر تيم نو شيلد بليز ثانك يو نو بليز اي كان فلاي اي بليف اي كان تراوج ذا سكاي ثينك اباوت ات افري نايت اند داي.
طيب ابو السعد يا ذكي ابو السعد يا افضل من خطط في تاريخ كون ايش بتسوي الحين؟ والله ما ادري باخذ زيك يو طب اهدى ادري من نفسك والله راحت راحت والله حسبها تماك والله والله تمارك الثاني عبالو عبالو في المنديل عبالو في المنديل يطلع واحد اثنين 3 2 اوكي وات تكفى خلني شباب استعان بصوتي Let's fucking go, boys! I gotta get out of here. Woo! Woo! Let's get it. 1v6. Woo! Yeah, yeah. Thank you. Think about it every night. Look. Woo! والله قلبت عليه قلبت زعل راح فعل والله ليتس جو ليتس جو بي ليتس جو بي ليش ليش انا فرحان ليش لاني بطلع من هنا وهو بيطلع لي من تحت من تحت من تحت من تحت من تحت 3 2 1 او جايز جي 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 جايز جود جيم جود جيم جود راوند جود ما حطيت لايك يا ولد حركات يوتيوبر بيبش واحد من هنا وواحد من فوق يسار اوكي هذا مبدئيا كذا حطها على ورا الايه دمجته يا عيال والله انه وات هبت 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 وش الحل معهم؟ بروح الاي بحط الفيتول على البي غلط في ناس وراي شيك ها شيك شيك خوي تكفى خوي جو جو بليز بليز ديت سايلنس ايفريثينج ابو جوين اس ويل انفايت يو اوكي اوكي ليتس جيت اي بليف اي كان فلاي اي بليف اي كان تاتش ذا سكاي ثينك اباوت ات ايفري نايت اند داي زبده يا اخوان ارسلوا الانفايت الى هنا انتهى مقطعنا اليوم اتوقع اني بصور معاهم بينزل جزء ثاني الحالة شكرا مشاهدة انسوا لايك اشتراك جرس تنبيهات بسجري How does it feel to breathe when you're dead